زينب، مثل كل يوم بنحب نضوي على الأنشطة يلي بتصير بسوريا، معظم الجمعيات والمؤسسات يلي فاعلة على الأرض. واليوم بصباحنا اخترنا نضوي على أمناء أو مؤسسة مبدعون من أجل الوطن، لهيك معنا عبر الاتصال الهاتفي الدكتور بهجة عكروش، رئيس مؤسسة مجلس أمناء مبدعون من أجل الوطن. يسعد صباحك دكتور، وأهلا وسهلا فيك. صباحكم. صباح الخير، عم تسمعنا دكتور؟ بسمعكم. صباح الخير لكم ولسوريا ولكل صباح النور. أهلا وسهلا فيك دكتور. خبرنا عن أنشطة مبدعون من أجل الوطن، آخر الأنشطة أو يمكن المشاريع القادمة اللي حابين تقوموا فيها. لا، بالنسبة لمؤسسة مبدعون احنا أخذنا يعني الاتجاه اللي بيقول الاتجاه اللي بكل الاتجاهات الثقافية والعلمية وحتى الاقتصادية. وحاليا على وضع خطة سنوية مع وزارة الثقافة من خلال اللجنة المشتركة، وتم تسجيل لعدة أنشطة على مستوى عالي منها وتم التوافق عليها، اللي هي إقامة حفل التراث الحلبي باعتبار سجلت على الحدود الحلبية على التراث في اليونسكو. في عنا أعمال مع وزارة السياحة، مع وزارة الثقافة، ومع وزارة التربية أيضا من خلال التحضير لمشروع كثير كبير فيما يتعلق بالمدرسة الإبداعية. تحضيراته الآن تتم على قدم وساق، لكن تحتاج إلى وقت طويل في تحضير المناهج وتحضير المخابر وتحضير لكل ما يتعلق بهذا الموضوع. في عنا مشروع بناء قدرات للشباب السوري مع وزارة الاجتماعي والعمل، ايضا يتم الدراسات والتحضيرات الكافيه له في خلال هذا العام، وان شاء الله يعني سيتم اطلاق هذا الشهر جائزه مبدعون السنويه، وهي جائزه ترعى الابداع في كل مجالاته، كان ثقافي او رياضي او تربوي او علمي او سياحي. سيتم اطلاق الجائزه، وسيكون موعدها في موعد اطلاق المؤسسه ب 3/9. سيتم توزيع الجوائز او جوائز ماليه اضافه الى جوائز تحفيزيه للحال اللي نحن نطلقها. بالنهايه حتكون الجائزه لها علاقه بالثقافه وبالمجتمع وبالتماسك المجتمعي، اضافه الى اغاني ومهرجان اغنيه سوريه تحث على التآلف الاجتماعي وعلى التماسك الاجتماعي وعلى الثقة المجتمعية وعلى إعادة الثقة ما بين الجمهور السوري. هذا بعد يعني بعض من الأنشطة اللي نحن حاليا عم إن شاء الله عم نرتبها ترتيب يكون بتأودة. نحن دائما ماشيين بفكرة نحن مستعجلين كثير، لكن على ما قلنا حتى تكون في أمورنا كما يجب وكما نتمنى وكما يرغب الجمهور السوري ان يرى. نعم، يعني دكتور أنشطة حافلة ومتنوعة بمختلف المجالات رح تكون خلال هذا العام، ولكن خلينا نركز على الحدث الأقرب وهو الجائزة، جائزة مبدعون. خلينا نعرف بعض الأسماء اللي رح تكون موجودة، كيف رح يكون التكريم وبعض تفاصيل الحفل. طبعا الجائزة التكريم بكير عليه، لكن يتم اطلاق الجائزه على كل الجمهور السوري، ان كان على المستوى الجامعي او على مستوى التربيه او على مستوى المبدعين الشعراء والادباء. سيكون الطرح حصرا فيما يتعلق بما حكيت قبل شوي بالبيئه الاجتماعيه المتماسكه السوريه بشكل طبيعي، وان تكون تحفيز على المواطن السوري. هي عنوان المسابقه. بعد ما تأخذ هذه القصائد الشعريه التي تقدم من جميع الاضياف على مستوى الوطن، ستلحن القصائد الفائزه، تلحن يعني ناخذ الاول والثاني والثالث، سيكون هناك جائزه ماليه ان شاء الله تكون يعني مجزيه، اضافه لتبني اصحاب هذه الجائزه. سيتم تشكيل بالتعاون مع وزاره الثقافه، كون هذا الموضوع السنه هي حيكون في المجال الثقافي، سيتم تشكيل لجنه مشتركه ما بين وزاره الثقافه ومؤسسه مبدعون من اجل الوطن او من خلال المؤسسات اللي تكون فاعله. هذه اللجنه لم يتم تحديد اسماء بالمطلق، هناك طبعا يعني الاسماء موجود الاقتراحات،
لكن لم يتم اتخاذ القرار حتى الان من هي اللجنه. بعد تشكيل اللجنه نعطي وقت معين حوالي 3 أو 4 شهور لتلقي الانتاجات الفنيه والادبيه من المشاركين ويتم دراستها، وعندها تكون للجنه دورها الفاعل. اللجنه الاداريه هي من مؤسسه مبيعون من اجل الوطن حقا، هي لجنه اداريه لاداره المسابقه، وستصبح هذه المسابقه دوريه سنويه، يعني ستصبح جائزه مبيعون السنويه. لكن يمكن يكون العام القادم لحاله تربويه، وبالتالي اللجنه تختلف. اذا اللجان ستكون تبعا للموضوع الذي سيتم طرح فيه المسابقه. نعم، يعني شو الرسالة أو الهدف اللي حابين توصلوها من تكريم، وخاصة في قطاع الثقافة يلي دائما يمكن نحن بسوريا عندنا كثير من المبدعين والمثقفين، شو حابين توصلوا من خلال هي الحفل أو التكريمات؟ أولا نحن بدنا نقول دائما مثل ما العادة فينا من بداية المؤسسة أن تكون نحن هدفنا ومرجعيتنا الثقافة والتربية والتعليم. يعني دائما الابداع ياتي من الفكر المنتقد، الفكر الصحيح. نحن كلياتنا ندري تماما اننا في الازمه كانت ازمتنا هي ازمه ثقافه. الازمه عند الناس هي ازمه ثقافه، وبالتالي لو كانت الناس حقيقه ثقافه حقيقيه بعقول الناس ما كنا وصلنا للي احنا وصلنا له حتى الان. لذلك التركيز دائما على المنح الثقافي والفكري والعلمي لعقول المواطنين السوريين. حتى نقول نحن انه يجب ان يكون رجوعنا بشكل اول واخير الى ثقافتنا، ثقافتنا المجتمعيه التربويه البيئيه الصحيحه الحقيقيه التي نحن كسوريين نتمتع بها. ربما شاهدنا بعض الشوائب نتيجه تدخلات ونتيجه عمل خارجي على هذه الثقافه السوريه، لكن نحن نركز على ان الاول والاخير يجب ان يكون العامل الثقافي هو الاساس. نعم. دكتور بهجت بدنا نشكرك كثير لكل المعلومات اللي قدمت لنا اياها، وبنتمنى لكم اكيد كل التوفيق بمشاريعكم القادمه. كنت معنا الدكتور بهجت عكروش رئيس مجلس امناء مؤسسه مبدعون من اجل الوطن، شكرا كثير لك. شكرا لك. شكرا لوجودك معنا عبر الهاتف واطلاعنا على آخر النشاطات لمبدعونا من أجل الوطن.